يقول السائل: ما حكم من قص أظافره بعد الطواف وقبل انتهاء العمرة؟ إن كان متعمدا فعليه الفدية، عليه الفدية وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في مكة، يخير بين هذه الأمور 3: إما ذبح شاة في مكة وزعها على الفقراء، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع في مكة من فقراء الحرم، أو يصوم 3 أيام في أي مكان. نعم، هذا إذا كان متعمدا لقص أظفاره وهو محرم، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه.